السؤال الثاني سورة وكجيمس، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ ميكسي مولا مولي بالي اني اتوبس كلمة تمان كيريان، لاننا طلاب الطالب لابد يرجع في طلب العلم الى العلماء. اوبلاس اون باكو اين من التقايسين اوبينيد الوه كلها ما بيسكلا. العلماء نصحوا الطالب بان يبدا بالتوحيد. اوبينيد اوبدنم ونت اوبلاس تا اتهن على التوبس كلون توحيد الله. ويبدا في التوحيد بهذا المتن الاصول الثلاث. يا تنهب انا اوبت اوب او تا اوبس كلون توحيد الس اصول الثلاث الله. السؤال الثالث كورمس كيسمس، ما هي الاصول الثلاثه باختصار؟ مي كان اصول الثلاثه لهنتنا، هي اسئله القبر. نون هاودون كيسمس، الاسئله الثلاثه التي تسال عنها في قبرك. نقول مكيسمس تمي ذا هينك لو تكيسو تان هاو هاو رصا، من ربك؟ كو كاسينو يوم الله سي، وما دينك؟ مي كاسينو سكونت سي، ومن نبيك؟ كو كاسينو بروفيت سي. السؤال الرابع نلياس كيسمس، ما الفائده من هذه الدراسه؟ متى سهولو تيتا اوبس كيلتتا؟ الفائده اننا اذا تعلمنا الاصول الثلاثه هو تجسم اوبس كيلن اصول الثلاثه وعملنا بها يا تومي منها سمكان ودعونا اليها يا فيرا مي مساح سيهن الله وصبرنا على التعلم على طلب العلم يا ادمر لان كارسيف اللي سيكم اوبس كيلن اسكنتا وصبرنا على العمل يا تهن صبر ولان كارسيف اللي سيا كنا اوبتيمس تويتا وصبرنا على الدعوه يا الله من كارثة بليسكم تم الدعوة بإذن الله نجيب عن أسئلة القوم إن شاء الله الله ينهبك سنة لا بطول ينهبك بسطة ما نهي كسمك سينها ورصة. السؤال الخامس والأخير فيدس كسبس، هذا الكتاب يحتوي على ماذا؟ يعني فهرسة الكتاب، محتوى الكتاب، مضمون الكتاب ميسة مكيريا كوستو، يحتوي على أقسام خمسة فيدس تأسياسة كوستو، المسائل الأربع نليا كسمستا، والمسائل الثلاثة هي أنواع التوحيد الثلاثة. كل ما كسب مستعد كان توحيد كل ما صار. لماذا ندرس التوحيد؟ بيكسب بس كلمة التوحيد يا. شرح الأصول الثلاثة. أصول الثلاثة سليتوس. الخاتمة الكتاب نهاية الكتاب. يا كيريان بيم يستلو.